عليكم ورحمة الله وبركاته. The nominated MP on Ummi, the elected MCAs of Garissa County, the majority leader, the county ministers that are here, I all greet you in the name of Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ثم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وحنصران ديرن إذن كقوضا ميشميوا عبدي علي عبدي حاجي شيخو oo ah mudanaha ijaara laga soo doortay waxaan idin kaga wada salaan hadii aynan jirin shirka maanta malindi ka dhacayo isaga idin iman lahaa laakiin Soomaalidu waxay tiraa maqane mataankiisa jooga ma hadda koobaad waxaan u cilinaya Allah thumma mudirka madrasada meel aan isku baranay ayuu igu yeedhay inaan meeshan imaado maalinkan hore iman haye الحمد لله رب العالمين أنا وحانا هاي أهل القرآن لبا تنسنا أيان معلم قرآن هاي جيد أيان قرآن كسو أخريي ديجيتالنا قرآن دات كوان كبراي مدام أنا هينين علماء حملة شريعة فهنسن كلام كي إلهي ما لن كان إمد يبوها دبان أولو نقدي وحانر أنا وان صوت شنايا وحن حكمة هي فكرة قرآن كو كغفا إذا يستي قول كي هارون عليه الصلاة والسلام مركي أمدي الردوبين ويدبي كوريك عديستين وحا أؤما النبي الله موسى أويري ما خطبك يا هارون إذ رأيتهم ضلوا إيوك عن قادس كو قدري وحيري هارون يبنى أمة وإنا هو يوي لا تأخذ باللحيتي ولا بالرأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ما حد يسوغي ويدي أنت أنك إيمان هايو أنت يدتك قيب سمي لهايين مركا مدرسة تن مالن كان إيمد يومان يو أنت أنك من دون إن شاء الرحمن وحنسينا يا يدي اليبنى أنت يدمدك إن شاء الرحمن لأنه أني قاعد بريس كي القرآن ها مال ما أنت عن قرآن كجوي نادو ما تشوقي ما نشوقي دون إن شاء الرحمن هذا الكي يقع أفر جانب بانو كلا دريا جانب ككوباد والدين تان لهذا ليا الما هذا الكي سان قرآن كله قد دالي معلمين تو أخبار هيان أيد مدرسة وصو دري سان حداد حلال كقود ويدان وحا حن أتكريبي ويدان وحب أي سميان حتى تقوم ساعة إذن قال الذين هايست هو يدي خير الله سيو لبجر وحي إيش اكتيمان تلابتو إيقا قرنية وان ير يرين ظروف بدن بأسكة شرتي وي وحي ترى وحا رلق قادة هعونين حتى الآن ما جرتو waxay kaloo maalin igu aragtay anagoo sakiin halka wajiga hadee markaa dhalinyarada soo ka kacayso wal xiimi hay tara maant kadib hadaan kugu arko kurkanka goynaya maalinka iyo maant anama jeega xiiran
anugaan dhalna ma jeega xiiran doona insha Allah raxmaan marka gabdhaha sanka duran hayo hooyooyin ka soo tage ilmaha jeegada xiiran hayo quraanka baran hayo ka ilaali doorka koobaad waa adiga waxba ma taray baqare barnaamijyada la baro si kasta loo baro isa akhlaaqdu xun tahay kama faa'iideysan doona tan kale caruurta ardada hani'an lakum hani'an lakum waad naga nasiib badan tihiin in aad heshaan xaflad ama dhiirigelin noocaana waxaan idin leeyahay fatuuba liman xafida alkitaaba bisadri fabadaa wadi'an kannujuumi ta'allaqa allahu akbaru yaa lahaa min nicma lama yuqaalu qura faratala wartaqa watamathala alqur'aanu fi akhlaaqi intaasan kusoo gaabinaya tan iyo county representativeska halkan jooga waan idin karbaashi rabaa dar ilaahay baan idinku karbaashi rabaa waana nasiixo oo ma socdo cid iyo weji toona waxaan idin xusuusin rabaa khudbadii ugu horreysay abuubakar ibn sidiiq radiallaahu canhu markii xilka uu nabiga sal alla salam uu mootay uu dhintay wixii uu ummaddiisa kula hadlay waqafa abuubakarin ibn sidiiq radiallaahu canhu yowma an buuyica وقف بني المسلمين وألقى خطبة قصيرة جامعة واضح فكان في خطبته رضي الله عنه أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني على الإحسان وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق له ثم قال رضي الله عنه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع في قوم الفاحشة قط إلا عمهم الله بالبلاء ثم الختم الخطبة بقوله أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم لا تظلمون ولا تظلمون دينتين وحيكوصة ليسان تهي يان لس ظلم يان وح ظلم أمانة هذا إيسان وأمانة وين aakhirana ku sugi doonto waxa kuu dhaanta axsan adigoo iscasisho wasiiri maalinan isbitaalka ayaan booqday habeen waxaan ugu tagay dadkii oomanaa oo woodka ku jiray oo biyola'aana waa rabbulkacba waan ooyey waan ooyey waxaan wacay cabdiraxmaan waxaan idhi aaway biyahan yaa iska isbitaalkan yaa ka shaqeeya p a buu nambarkiisa iyo telefoonka iga muuqaban marka magaaladan aad joogtaan ee webiga labada kilomiitar u jiraan oonka loo dhammaan haayo fattaqullaaha biamaanati illaahi calaykum waa la tukadaa salaadaa la qabaa aathaar islaamaa la qabaa maca daalika amaanadii lama gudan hayo intaa kadib hadalka waan dheereeyey laba ballanqaad ayaan samaynayaa insha allah raxmaan meesha tan anugu doktoorkana waan u sheegay wax kaloo fiicanna waan ka damacsana educational center marka lagu dhaho waa meel wax lagu barto dhan walbaba jaanib walbaba skillska xaggiisa ayaan soo keeni doonaa insha allah raxmaan maamooyinkan masaakiimaha ah in meeshan looga furo tababar harqaama ah waana kala hadlay doctor maxamed jaamac facilitationkeedana annagaa samaynaynaa insha allah raxmaan waqtigii uu budjetka ii soo diyaariyey iyo waxa galahayo hawsha waan qabanaynaa aniga walaalkay wax alyaale waxaan la baxnana siyaasad kama soo qaadno anuu haddaan idin caddaynayaa amaamakum ilaahayna waa maragashanayaa kunka shilina innagu aan baxsanno kama soo qaadno siyaasad uguma aanan talagelin in aan sadaqadayada aakhiro aan xil iyo kursi aan ku takafulno laa uma laa uma laa hadduu ilaahay wax na siiyey waxa ilaahay uu na siiyey wixii aakharadeenna ah innagoo iyadoo xalaal baan la baxaynaa.
أقومهاس روح كهر لي حد مدين وقلبي جاي خلاص وبحي أقوم إله أهي لي في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك التأويل ما لم تستطع عليه أمرا دودي وحي هيد نبي الله خطر يود حيسي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أقومها بوغاكتا إيو قلمانتا أيكو وحبران دونان إن شاء الرحمن مدرسة تميز إيو مدرسة ما مدى ولا شيء حاوى ابن سيرين حفصة ابن سيرين ما محاوى وأن إذن كانت سنة ينوى البوه إسلاما أو ماشي نشوغا ما مدى أقرقارا إنتا أقرقاري كرتان درس هذا أن تجي وأن أركي وحبذن بأن أجادي سفي عم بأن أسكوب برناي قابتنا أن أسكوب برناي بعدين كان نس برناي يوم أنت أنا كلامنا أن تجين مرك ما مداس هلو جرجارو جرب إلى هنا هلوسيو واحد سميسو أو خير يوناجنا هذا جاي كوت الله لأنه القرآن كوحلي هاي من عمل صالحا فلنفسه وهذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.